أخي المواطن، أختي المواطنة، عند مصادفتك لجسم غريب في منطقة مشبوهة أو خطرة يجب اتباع خطوات السلامة. قف مكانك ولا تتقدم في أي اتجاه، واصرخ طلبا للمساعدة. دور نصف دورة من مكان وقوفك إلى الخلف، وعد بنفس آثار خطواتك السابقة. ضع علامة تحذيرية مميزة وواضحة عند وصولك للمكان الآمن، وتعرف جيدا على المنطقة من خلال علامة بارزة. حذر الآخرين من حولك بعدم الاقتراب من المنطقة الملغومة. عد بسرعة وأبلغ أقرب قسم شرطة أو السلطة المحلية أو عمليات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة. اتباعك لخطوات السلامة يحفظ حياتك. كن أمينا على نفسك.